السلام عليكم خواتي متابعين قناة فينك الألعاب. جيتكم فيديو جديد، بس الفيديو مشي للألعاب، الفيديو أسئلة رمضانية هديناهم من قناة فكرة اللي قاعد يعرفوها، قناة فيها مليون مشهورة بزاف. المهم سبع ألغاز وأسئلة عن شهر رمضان الأذكياء فقط. خلينا مع الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتديروا لايك. نبدأ. أنا مستعدية، يلا. السؤال الأول، ما هو ترتيب شهر رمضان المبارك العشر الهجري؟ التاسع، هذه حاجة باينة، إيه التاسع. أيوه قلت لكم باللي التاسع. السؤال الثاني، ما معنى كلمة رمضان؟ الأرض التي تعرضت للحرارة، العطش والحاجة للماء، حب الخير والعطاء. حب الخير والعطاء، ايه عجبان، على خاطر دايما رمضان العطاء والصوالح. الأرض التي تعرضت للحرارة الشمس، يا ودي هذيك هي قلطنا. من أول من صام في الإسلام؟ نوح عليه السلام، آدم عليه السلام، محمد عليه السلام. آدم، آدم باينة، الأول اللي كان على وجه الأرض من الإنس، إيه آدم. عندنا جوج نقاط. ما هو الشهر الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ شعبان، شوال، شوال، محرم بعد هذاك، شوال، إيه. أيوة، تلات نقاط. خذ أول حرف من كل شيء وأعرف كلمة مخفية. مرآة، ميم، أناناس، يد، صبا، صيام، إيه صيام. أيوة جبتها، ليه. رقم ستة، ما هو الشيء الذي يأتي في السنة مرتين ونشتري له ثوبين ونحضر له ليلتين؟ العيد، العيد حاجة باينة، بيونسي، العيد. العيد. من هم ليس صائم؟ ليس صائم، انا نقول المهم خواتي، تلقاه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتديروا لايك الفيديو.